أهلا بكم في ترند. تفاجأ رواد أحد الطرق السريعة والمزدحمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأسد بحر يحاول عبور الطريق القريبة من الساحل، وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور. وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة سي وورد المعنية برعاية الحياة البحرية، الذي أكد بأنه من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيدا عن الماء. نتابع. مع بداية العام الجديد 2022 تصدرت التهاني مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شخص سواء كان فرد أو مؤسسة هنأ الآخرين بطريقة معينة، ولكن مدراء مؤسسة رويال بانك أوف كندا قرروا تهنئة الموظفين بالملابس التي يرتدونها عادة عندما يحضرون الاجتماعات التي تتم عن طريق زوم. لفترة طويلة كان هواة حفظ كلمات الأغاني يضطرون دائما لاستخدام محركات البحث على الإنترنت للعثور على نصوص الكلمات، ولكن منصة بث الأغاني الشهيرة سبوتيفاي سهلت العملية بتوفير هذه الخدمة داخل المنصة. ويقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الخدمة جاءت بعد طرح خدمة أبل ميوزك خاصية مماثلة في وقت سابق، وتقول المنصة عرض كلمات الأغاني المكتوبة واحدة من أكثر الخصائص التي يطلبها المستمعون في كل أنحاء العالم. تترقب بطة بريطانية تدعى إيكو التتويج بلقب الطير الأكثر موهبة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن أتقنت أكثر من 30 خدعة ومهارة بتوجيه من مالكها جو نوتكنز. المبهر في هذه البطة أنها تقدر تلعب كرة القدم بمنقارها وتقرع الجرس وتعزف، إلى جانب الكثير من المهارات والخدع اللي تقوم فيها. ويرجع الفضل لمدربها اللي كان مدرب كلاب في السابق في أن يقدم معها عرض رائع أمام لجنة موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد ما قدمت إيكو 11 مهارة في دقيقة واحدة فقط. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل ما نودعكم ندعوكم لزيارة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وتقدرون تتابعون باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. نلقاكم باكر، في أمان الله.